هذا الحديث يبين بأن الله تعالى يدني عبده منه ويحاسبه، يحاسبه، يدنيه ويكلمه ويحاسبه، فينظر يعني العبد، العبد ينظر أيمن منه يعني جهة اليمين، فلا يرى إلا ما قد تتمثل له الأعمال ويرى عمله، وينظر أشأم منه يعني عن شماله فلا يرى إلا ما قدم. وهذا صفة الإنسان الذي يؤتى به ويخشى العقاب ويمتحن، فتجد يتلفت يمين ويسار فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، ليس بين يديه إلا النار، أمامه النار نسأل الله العافية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولا بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيب، فمن لم يجد فبكلمة طيب. قال: فاتقوا النار ولا بشق تمرة، يعني نصف تمرة. إذا ما وجد يحتمل أن الكلمة الطيبة أن يرد السائل بكلام طيب، يحتملها، بمعنى إذا سأله وليس عنده شيء أن يقول: الله يرزقك، الله يفتح عليك، وأن لا يطرد السائل ولا ينهر السائل وإنما يدعو له. والاحتمال الثاني وهو الذي يظهر أن الكلام الطيب عام، فيقول مثلا: لا إله إلا الله كلمة طيبة، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، الكلام الطيب أيضا الذي يبشر به الآخرين، الكلام الطيب الذي تنشرح به الصدور، هذه من الكلمات الطيبة، كلمات الطيبة. وأعظم الكلمات الطيبة هي قول لا إله إلا الله التي ضرب الله عز وجل بها مثلا، قال: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. ولذلك الإنسان يجتهد ويحرص على الصدق ولو كان بالشيء القليل. الآن توجد بعض الجهات الرسمية حاطة صناديق مثلا، يعني عندك درهم في جيبك حط الدرهم، الدرهم هذا يرفعك الله عز وجل به، الدرهم يضاعف إلى 700 درهم، إلى 700 درهم، وأضعف، والله عز وجل يضاعف أضعاف كثيرة. فالمقصود بأن الإنسان يحرص على الصدقة، وليست الصدقة في الدراهم، الصدقة في اللباس، الصدقة في الطعام، الصدقة حتى في وسائل، وسيلة نقل مثلا لشخص عاجز أو لشخص مثلا غير قادر وهو يحتاج إلى وسيلة نقل. نعم، وهكذا. نعم.